اهلا بكم في اول محاضرات الاويل فيلد بروسيسنج، بيقدمها ليكم خالد ابو زيد جونيور بروسيس انجينير في بي بي انترناشونال كوربوريشن. الصوره اللي انتم شايفينها دي عباره عن اويل فاسيليتي. الاويل فاسيليتي هي مجموعه الاكويبمنت اللي موجوده ما بين الويل هيد اللي هي ابار الزيت او الغاز وما بين البايب لاين. البايب لاين دي احيانا بتكون متجهه الى مواني شحن او الى ريفاينري او كيميكال بلانت. الاويل فاسيليتي بتختلف عن الريفاينري او الكيميكال بلانت في انها بتكون مور سيمبلر. التفاعلات اللي بتجرى فيها معظمها عباره عن فيز تشينج، تمبريتشر تشينج، اور بريشر تشينج. ما بيحصلش تفاعل كيميائي زي في الكيميكال بلانت او تغير في الجزيئات زي الريفاينري. ايضا الكومبوزيشن والفلو ريت بيكون معلوم تماما قبل الريفاينري وقبل الكيميكال بلانت، بينما في الاويل فاسيليتي الكومبوزيشن والفلو ريت بيتغير مع تغير الزمن. احيانا بستطيع ان انا احصل على الكومبوزيشن ده من الدريل ستيم تيست، وبحصل على الفلو ريت من لوجينج. الاويل فاسيليتي هي الموضوع اللي هنتكلم عنه في محاضرتنا التقديميه. عشان نفهم البروسيس او نفهم اي شيء بشكل عام، محتاجين ان احنا نجاوب على 3 اسئله. اولا واي، ليه احنا اصلا محتاجين اويل فاسيليتي؟ 2 وات، ايه هي الاويل فاسيليتي وايه هي مكوناتها؟ هاو، هي التفاصيل الدقيقة اللي بتخلي الأويل فاسيليتي تعمل الوات. في المحاضرة دي هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نجاوب على السؤالين الأولانيين واي أند وات. واي، كشركة أونر زي مثلا جابكو، بترو بيل، خالدة، بدر الدين، او اي شركه من الشركات اللي شغاله في مصر في مجال الزيت او الغاز، البرودكت بتاعها هو انتاج البير، سواء البير ده زيت او غاز. هي عشان تكسب بتبيع البرودكت ده لبايب لاين كومباني، اللي هي بتكون الشركه المسؤوله عن توصيل البرودكت الى ميناء الشحن او الى الريفاينري. البايب لاين كومباني مش هتشتري كل الانتاج اللي طالع من البير، مش هتشتري كل المنتجات اللي عندك، هي هتشتري منتج معين وهتشتري بمواصفات معينه. عشان كده في حاجه اسمها بايب لاين كواليتي، ده البرودكت اللي انت هتبيعه وتكسب منه. طب الشركه الاونر بتنتج ايه؟ الويل برودكشن ده بيكون عبارة عن فلويدز اللي هي اويل، ووتر، وجاز. الجاز والووتر البايب لاين كومباني ما بتكونش محتاجاه. ايضا في سوليدز زي الساند، السلت، الكلاي، الشيل، وبيدخل من ضمنهم السولت. في الكونتامينانت اللي هي مجموعة الملوثات زي ال H2S وال CO2. البايبلاين كواليتي بتشترط ان يكون مثلا الفلويدز يكون الجاز برودكشن صفر، الووتر كات لا يزيد عن 2%. طبعا المواصفات دي بتختلف من مكان لاخر. المواصفات اللي احنا بنتكلم عنها هنا هي مواصفات خليج المكسيك، بتختلف في جنوب امريكا، بتختلف في الشرق الاوسط، بتختلف في بحر الشمال. السوليدز البايب لاين بتشترط ان الساند يكون صفر، السلت صفر، والسولت يكون اقل من 20 بارت بير 1000 بارل. الكونتامينانت يكون ال H2S اقل من 100 بارت بير مليون، واحيانا بيقولوا 5 من 100 كيوبيك فيت لكل 100 جالون زيت.
وان السي او 2 يكون صفر. As a conclusion احنا محتاجين ان احنا نتخلص من الساند والسولت اللي هما السوليدز، نتخلص من الووتر والجاز اللي هما الفلويد برودكشن، ونتخلص من الكونتامينانت زي ال H2S وال CO2. عايز اقول هنا ان احنا بنتكلم دلوقتي عن انتاج الزيت، لكن الجاز بيكون برودكت لما بيكون الانتاج بتاعي عبارة عن جاز. دلوقتي فهمنا واي احنا محتاجين ان اويل فاسيلتي. عشان نفهم بتفاصيل اكتر وات ان اويل فاسيلتي دو، هنقسم كلامنا لخمس اجزاء. اولا function of a facility، facility بتعمل ايه؟ هناخد example عن الاويل فاسيلتي، هناخد example للجاز فاسيلتي، هنتكلم عن البروسيس كنترول، وفي النهاية هنتكلم عن الديزاين اوف سيفتي سيستم بشكل جنرال.